بص يا عم، انا جيت عشان خاطرك البنالتي وقلت صالحه رغم ان هو ضربني هنا وخلص عليه هو ولده وهو انا بقول له عشان فاجئ الشباب الجبار. معلش يا عم عشان خاطرك انت جبت لي حد. هتفضل بقى حبيب الاشارة. ها؟ انا بقى حبوش الجبار. هتفضل بقى الاشارة. من جاء؟ هتبقى الاشارة. ما قلت لك كده كده مش هيسمع هو اصلا. اسمع. انت عطل يا عم. انت حبكار. البيع حبيب كبير. لا راجل فقير اسمه جبار. يا عم انا 3 شهور ما استحملتش. رحمة جربان انت تشلني. ايوه بعد وبعد يا عم تحل بين اولك. راجل فقير في حق المشاريع. اما جابليش حق البيع هيجيب لي بلد بتوعاتي عشان البيع حكامة اشعار. بدك كم بابا؟ بعد 4 بابا. راجل فقير اسمه جبار. لازم نخش عمري خلاص الدين بكبير. تفضل سجن جبل. خلاص يحاسب على المشاريع وهو في قهوة. راجل فقير حق المشاريع ابو مراد احسن فلوسه. على حساب هو. هتحاسب ولا لا؟ ها؟ امين. رايح فجيه ما تقولش حاجه رايح فجيه. يعني اقول لك انت حكايه اشعه وكلها وخدها وخلى هو ولد الفجر الاشعه دي. هتقول لي ايه يا زمرشي؟ انت خدت بقى الاشاره. ها؟ وقعت مع الجربان والاشعه يا عم ده فجر ده سالنا عليه. راجل فجيه 7 اصابع. يا عم ده عيل ناقصه ودن دايم. ده هقطع ودانه كله ميه. يا راجل فجيه. عليك طلب من 3 مليون حاج اللي حلفته. هات له حاج المشاريع. هفضى. انت خدت بقى منه. ها؟ ما تخش الجربان دي. ايوه يا عم انت خلاص هتجيب لي حاجة. انا بقول لك ايه؟ ها؟ انت خدت 12 كار. ما سمعكش هو، ما سمعكش اصلا. طب الكل سمعك. هقول لك انت حاجة انت عشان. انت خدت 12. مسمار مين؟ ده انا هدكك ان شاء الله في ايه؟ هدكك من المسمار هنا في الحرب اللي هتهرب. هتجيب حاجة بيها ولا لا؟ انت خدت بيها منه. ها؟ يا عم مش هيسمعني ليه يا عم؟ يا عم هيجيب له ضرب. ليه عايزه 3000 سنة عشان كله جري. هيحاسب على المشاريع. ايه ضربني يا عم ده قصد الناس كلها وكان يا عم عشان صحتي على كلب هامر. انا اجيبك حاجه منه صبوني. وكان يا عيال يستحموا فيا ده يجي يستحموا. انا اجيبك صابوني. صابوني ابعت يا عم هو تقطع ودنه. تحكم على تقطع ودنه ليه؟ هتتحاسب حق المشاريع. ها؟ وقعد ما تخش الجربان دي. هتحاسب حق المشاريع. هات يا ملك. هات يا ملك على حساب مسلم. هات شيشة. حسن. حسن. ما سمعنيش هو اصلا. هو ما سمعنيش. هتحاسب على المشاريع. ها؟ هقول لك عشان ما تشغليش انت عبد. بس انت قاعد بقى هو عشان ما تقعدش انت وانت اللي محسنها. ابلع يا عم. سلام يا عم. اقعد بس صل على النبي. صل على النبي يا ابو كريم. انا اديتك 50 جنيه زيدي. خلاص يا عم عشان حضرتك انت بس 50 وحاسب على المشاريع. ماشي يا عم. خليني اقول له قول له حاسب. راجل فجر وسبعه. قول له حاسب. حاسب المشاريع. ها؟ اتفضل يا عم انا سايب عليك وماشي مش هيسمعنا ليه؟ والله العظيم خلاص انا مش عارف والله العظيم يا عم انا ماشي خلاص مش هاجي اقول لك يا عم فاضي يلا يا هو يا سايب. بص هيا بابا اقعد ايه؟ اقعد تعالى يا ابو كريم.